من حلقات تعلم اللغة الألمانية المبتدئين معكم صاحب بدء. إن شاء الله نكمل النهاردة صفحة 29 من المراجعة على الوحدة الأولى من كتاب سبيكتروم المستوى الثاني أتس 5 مودال فيربن إن بريزنس أوند مشت الأفعال المساعدة في المضارع وفعل مشت ده شكل الأفعال المساعدة وهي متصرفة هنا إيش كان هو كونن يستطيع إيش كان دو كانست إر كان فير كونن إر كنت زي كونن زي كونن معناه يستطيع مسن يعني يجب شموس دو موست اير موس فيا موسن اي موست زي موسن زي موسن زولن ينبغي زول زولست زول زولن زولت زولن سولن فولن يريد اش فيل دو فيلست اير فيل فيا فولن اير فولت فيا فولن اير زي فولن زي فولن دورفن معناها يسمح بي دارف دارفست دارف دورفن دورفت دورفن دورفن موجن معناها يحب شماغ mögen, schmag, du magest, er mag, mögen, mögt, mögen, mögen. Möchten, ja, da wäre, möchte, möchtest, möchte, möchten, möchtet, möchten, möchten. Verben im Perfekt, der Afal, wir sammeln im Modi, Tem, regelmäßige Verben, Afal, Adia, Bulli, Hem, Sarah, Fazay, Jani, Fale, Zay, Lernen, ich habe gelernt, بشيل الاي ان واضيف جي في الاول وفي النهايه تي ايش هاب جلانت يعني انا ذكرت او تعلمت. طيب فيربن ميت او في ايه الافعال في مقطع ايرن بشيل الاي ان واضيف تي بس ما اضيفش جي ايش هاب شديت يعني انا درست. فيربن ميت بريفكس الافعال اللي فيها بوادر ترمبار ولا نشت ترمبار ترمبار فير هنحط الجي ما بين البادئه وما بين الفعل نشيل اي ان ونضيف مكان تي ايش هاب اين كوبت يعني انا تصورت. بتصالن يدفع شعبي بتصالت يعني انا دفعت ده مقطع غير منفصل فبضيف بشيل الاي ان واضيف تي بس. اوريجن ميسج فيربن افعال غير قياسيه دي بتتحفظ طبعا. ترينكن يشرب شعبي جتونكن انا شربت فارن يسافر ايش بينج فارن يعني انا سافر. فيرب ميد بريفيكس الافعال بالبوادر ترين بار الافعال المنفصله نشت ترين بار. نشوف الافعال المنفصله كده تاين نيمن يشارك اول اشابه تاين جنومن شكله بيكون كده غير قياسي بيتحفظ تاين جنومن شركت بجن يبدا اشهاب بجن يعني انا بدات. بقول هنا اينج فيرب بعض الافعال بيلدن داس بيرفكت بتبني زمن البيرفكت متزايد مع فعل زاين اش بينج فارن اش بينج لوفن يعني انا سافرت او انا جريت. فيربن ذا اوتس في اندرونج الافعال اللي فيها تغيير في المكان اش بين اينج شلافن يعني انا رحت يعني نمت وبغط في النوم. فيربن ديت سوشتاندس في اندرونج الافعال اللي فيها تغيير في الحاله Ich bin geworden, يعني أنا أصبحت. Ich bin gewesen, يعني أنا كنت. Verben bleiben, فعل bleiben, werden und sein. Alle anderen Verben, أفعال أخرى, bilden, بتبني das Perfekt, اللي هو الزمن الperfekt, فعل haben. Haben und sein. Haben und sein. فعل haben في المضارع بقول ich habe. في البريتريتون بقول عليه زمن ماضي بسيط ايش هاته في البرفكت بقول ايش هابي جهبت فعل هابن بياخد فعل هابن كمساعد ايش هابي جهبت مع دو دو هاست في البريتريتون هاتس في البرفكت هاست جهبت مع الاير والاس والزي هات في المضارع في البريتريتون الماضي البسيط هات في البرفكت هات جهبت فير معناه نحن فير هابن احنا عندنا هاتن لهم او عندهم هابن في ال هابن جهبت كان عندهم إير أنتم إرهبت أنتوا كان أنتم عندكم إرهبت أنتوا كان عندكم هابن جهبت 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 يعني كان عندكم زي هابن هم عندهم زي هاتن هم كان عندهم زي هابن جهبت زي هابن حضرتك عندك زي هاتن حضرتك كان عندك زي هابن جهبت حضرتك كان عندك البريزنس بقى بتاع فعل زين اللي هو يكون يعني هابن لديه او عنده زين يكون البريزنس المضارع بتاعه هنا والبريتريتون بتاعه والبرفكت بتاعه ايش بين دو بيست اير است زي زند اير زايد زي زند زي زند البريتريتون بتاعه يكون شكل كده فار فارست فار فارن فارت فارن فار فارن برفكت يبقى بين جيفيزن فعل زين بياخد فعل زين كمساعد يبقى هنقول بين كمساعد وجيفيزن ده شكل فعل زين بين جيفيزن بيست جيفيزن ist gewesen, sind gewesen, seid gewesen, sind gewesen, sind gewesen. Satzbau, بناء الجملة أو زاج الساتس الجملة الخبرية.
فروم جملة اللي هي بنكون آخرها نقطة. فروم مولر أربايتد ألس أسيستنت إن أينا كوسن فيرم. فروم مولر بتشتغل كمساعدة في أحد الشركات الكبيرة. زي دروك تيدن تاك في الدوكومنت أوز. كل يوم بتطبع كتير من الوثائق. فعلا ده عادي، فما كتبت كله على بعضه، لكن اوز دروك ده فعل منفصل، فاوز بتيجي في نهايه الجمله. زي موس او في الايميلز شرايبن، هي لازم تكتب كتير من الايميلات. موس ده فعل مساعد هيتصرف في الاول، وبعدين الفعل الاصلي هيتكتب في نهايه الجمله في المصدر شرايبن. جست انا ابند هات فروم مولر اين كريمي جليزن. امبارح بالليل فروم مولر قرات ايه اللي هي روايه بروسيه. يبقى هات هتتكتب كفعل مساعد في الأول، وبعدين جليزن فعل تصريف في التالت. فو أربايتد فروم ميلر. فروم ميلر بتشتغل فين؟ لو الجملة هنا فراج ذاتس جملة استفهامية، يبقى أداة الاستفهام وبعدين الفعل. فو أربايتد فروم ميلر هات فروم ميلر جيست هات فروم ميلر جيست أنا في الإيميلز جشريبن. هل هي كتبت امبارح كتير من الإيميلات؟ وعاوز أعمل جملة استفهامية، يبقى أجيب الفعل المساعد الأول اللي هو فعل هات، بعدين الفعل بعده تكملة الجملة، وبعدين الفعل في التصريف الثالث، وبعدها أداة استفهام.